وطنية عليا للمصالحة، كما تابعنا عن كثب وبكل اهتمام اجتماعات القاهرة بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، والتي أفضت إلى توافقات طيبة نأمل استمرارها واكتمالها في القريب العاجل. أجدد الشكر للرئيس المجلس الوطني الرئاسي ونائبيه لإتاحة هذه الفرصة لي للتحدث حول مسار مهم من مسارات الملف الليبي، وهو مسار المصالحة الوطنية. وأعرب لكم عن استعداد الجامعة العربية تقديم كل دعم ومساعدة لإنجازه بالشكل الذي يعالج كل القضايا المهمة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا والوصول بها إلى مرحلة الاستقرار الدائم، الاستقرار الذي لن يتحقق قبل استعادة الدولة الليبية عافيتها ووحدتها، وبعد أن تبرأ أراضيها من أي وجود عسكري أجنبي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.